بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتقدم باسمي واسم سكان ولاية البيض إلى الأمة الإسلامية عامة والشعب الجزائري خاصة بأحر التهاني وأطيب الأماني، راجيا من المولى عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد بالخير واليمن والبركات. ندعو من الله عز وجل القبول، وبمناسبة حلول عيد الفطر نتقدم بتهانينا الخالصة إلى الشعب الجزائري وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة. بمناسبة عيد الفطر نتقدم بتهنئة جميع الجزائريين وخاصة سكان ولاية البيض بهذه المناسبة الدينية. عيدكم مبارك جميعا على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم، الأمة الإسلامية جمعاء. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وربي إن شاء الله هذا العام يهلنا بالخير والعافية والطمأنينة والاستقرار. تقدم بتهانينا إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية وإلى سكان ولاية ورقلة، ويعود علينا إن شاء الله العيد بالصحة والبركة. ها نحن اليوم نعيش أجواء فرحة العيد، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فما أسعدنا بهذا اليوم الذي جاء بعد عبادة عظيمة، فأمرنا الله عز وجل بالصيام فصمنا، وأمرنا الله عز وجل بالقيام فقمنا. ها نحن اليوم نأخذ الجائزة، فهنيئا للمسلمين بعيد الفطر المبارك. أهنئ الأمة الجزائرية، الشعب الجزائري، وأقول له عيدكم مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون عيد المسرات، عيد الخيرات، عيد تأنس فيه النفوس وتطمئن إليه القلوب وتتحاب فيه الأسر الجزائرية. نسأل الله عز وجل أن يجمع شملها وأن يكون هذا العيد عيد فاتحة خير علينا إن شاء الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة عيد الفطر المبارك نزف أحر التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية قاطبة والشعب الجزائري وسكان ولاية النعامة. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. أتقدم بأجمل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك مرسلا من اليمن السعيد إلى شقيقتنا وحبيبتنا دولة الجزائر حكومة وشعبا، وإلى شعب فلسطين وإلى كافة الشعوب العربية والإسلامية. كل سنة وكل عام وأنتم بخير يا شعب الجزائر. تحية من مصر، من أهل مصر للجزائريين، وكل سنة وأنتم بخير وبأمن وسلام. نهني الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بالعيد الفطر المبارك من ليبيا إلى الجزائر وإلى كافة دول العربية والإسلامية. نهني الشعب الجزائر بحلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. نتقدم نحن الشعب الفلسطيني إن شاء الله بأحر التهاني والتباريك بعيد الفطر السعيد إلى إخوتنا الجزائر، إخوتنا العاصمة الجزائرية إن شاء الله حكومة وشعب، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم ونحن في المسجد الأقصى مصلين ومحررين له بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بداية منا أن نهنئ إخواننا في فلسطين وفي غزة، نقول لكم كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل الأمة الإسلامية جمعاء. أهنئ الشعب الفلسطيني المرابط والأمة الإسلامية جمعاء والجزائر خاصة، وأقدم تحياتي للعائلة الصغيرة والكبيرة. بمناسبة حلول عيد الفطر أهنئ عائلتي وجميع الجزائر وأهل فلسطين. أهنئ جميع الشعب الجزائري بهذه المناسبة وعائلتي خاصة، ومنساوش خاوتنا فلسطين. صح عيدكم وكل عام وانتم بخير.